للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر الاستاذ مصطفى كامل. استاذ مصطفى، بدايه مرحبا بكم. بعد اصابه 5 أشخاص بانفجار عبوه ناسفه في منطقه سبع البور ببغداد او سبع بكار عفوا، القوات الحكوميه تفرض اجراءات امنيه مشدده في عدد من احياء بغداد. يعني هذه التفجيرات استاذ مصطفى، يعني كيف يمكن قراءتها؟ يعني هل ثمه ربط بينها وبين تصريح العبادي الذي اتهم فيه جهات سياسيه لم يسمها بالضغط عبر اشاعه الفوضى الامنيه؟ أيك وحي مستهلك الكرام، سيستمر الصراع السياسي بين الاطراف المختلفه في العراق، وسيعبر عن هذا الصراع بمزيد من الخروقات الامنيه والجرائم الكبيره التي حقيقه يعني تقشعر منها النفوس السليمه والسويه. هذا سي يعني يتواصل ما دامت هذه العصابات يعني تسرح وتمرح في الشارع العراقي وتتحكم في الشأن الأمني، وما يزال وطالما الأمر أو الشؤون الأمنية يعني خاضعة لهذه الميليشيات أو العصابات الإرهابية، ستبقى الأوضاع تتدهور بين حين وآخر، وسيبقى هؤلاء المتصارعون يصفون حساباتهم بدماء الشعب العراقي. النائب حاكم الزمل اعترف قبل أيام بأن جهاز الاستخبارات هو أحد أسباب وقوع الهجمات المسلحة لضعف كفاءة أفراده، كيف تقرأ ذلك؟ ليس جهاز الاستخبارات وحده الذي لا يعمل بالشكل المطلوب، كل أجهزة السلطة لا تعمل بالشكل المطلوب، فهي خاضعة للمحاصصات السياسية والصراع على المناصب وللفساد الإداري الكبير الذي يعصف بكل مناحي الحياة في العراق. هذه بالتأكيد عوامل مهمة، يعني بالإضافة بالطبع إلى عدم وجود الكفاءات الحقيقية وإبعادها بدعاوى شتى عن استلام الملفات المختلفة، ولهذا نجد تدهورا في النظام كله وفي كل مفاصله ومنها جهاز الاستخبارات. بالتاكيد جهاز الاستخبارات من اهم المفاصل الحيويه التي يعتمد عليها في تحليل المعلومات وفي استكشاف خيوط الجرائم المختلفه في العراق. يعني كلما شهد العراق موجة من الفوضى الأمنية نرى قيادات في ميليشيا الحشد تفرض نفسها وتطالب بتسلم الملف الأمني. إلى أي مدى يمكن ربط مطالبة الميليشيات بحقيبة وزارة الداخلية وبما يجري من تفجيرات اليوم؟ على مر السنوات الماضية منذ احتلال العراق كانت وزارة الداخلية وكل المفاصل الأمنية الأساسية خاضعة لسلطة الميليشيات بشكل مباشر، وبالتالي هؤلاء لن يتخلوا عن وزارة الداخلية تحديدا، لأن من خلالها ومن خلال أجهزتها المختلفة يتم تصفية الخصوم وإرهابهم ويتم التحكم بالملف الأمني. الميليشيات وتحديدا ميليشيا بدر الإجرامية ذات التاريخ الإرهابي المعروف بمعاداة الشعب العراقي والقتال ضده مع عدوه الإيراني لن تتخلى عن وزارة الداخلية. يعني تتنظر ألا ترى أن هذا المشهد أستاذ مصطفى، ألا ترى أن هذا المشهد يتكرر كل 4 سنين؟ يعني كلما جاء وقت تشكيل الحكومة نرى المزيد من التفجيرات. نعم هذا يتكرر بشكل دائم. أنا أقول أن لو تلاحظ أخي العزيز أن وزارة الوزير الحالي للداخلية هو قاسم العارجي من قيادات من كبار الإرهابيين وفي ميليشيا بدر، وكذلك سلفه محمد الغبان، وكل الميليشيات كل الوزراء الذين تعاقبوا على تسلم وزارة الداخلية على الأقل خلال السنوات الـ12 الماضية كلهم تابعون لميليشيا بدر الإجرامية التي يعني يعرف كما قلنا العراقيون جميعا تاريخها الإرهابي الأسود.
البعض يعتقد أن يد الدولة يعني بدأت تنسحب مقابل بطش الميليشيات يعني، والدليل على ذلك بحسب ما يرى البعض هذه الأنباء التي تتحدث عن اقتحام قوة من ميليشيا العصائب مقرا لقوات سوات في الموصل واعتقال 4 عناصر، إلى أي مدى تتفق مع من يذهب إلى هذا القول؟ الحقيقة يعني من الخطأ الكبير البحث عن فوارق بين الأجهزة الرسمية الحكومية وبين الميليشيات. كل الأجهزة الأمنية الحكومية الحالية ومنذ تأسيس النظام الجديد الذي جاء به الاحتلال هي حاصل جمع لهذه الميليشيات الإجرامية، ولذلك فمن الطبيعي جدا في حال وجود أي ثغرة أمنية أو حكومية ستفرض هذه الميليشيات سطوتها بشكل كامل وستظهر بشكل يعني بصورتها العلنية الوقحة. أيضا في السابق ربما في السنوات السابقة كانت الميليشيات تتخفى وراء الأجهزة العسكرية والقوات العسكرية والأجهزة الأمنية بشكل أو بآخر، لكن منذ يعني العام 2014 على الأقل باتت الميليشيات في صدارة المشهد وتم تعزيزها بمزيد من الإجراءات التي تسهل عملها قياسا يعني العفو تسهل عملها في تدمير هذا الشعب وتدمير العراق وقتل أبنائه. إلى أي مدى تعتقد أن هناك ربما سيكون مزيد من التفجيرات ستكون مع اقتراب تشكيل الحكومة؟ طبعا نحن لا نرجو على الإطلاق أن يصاب أي مواطن عراقي بأي أذى، لكن من المتوقع كما قلنا أنه كلما احتدم الصراع بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية فسيزداد يعني العبث بالملف الأمني وتصفية الصراعات على حساب دماء الشعب العراقي، وبالطبع هذا لا نرجوه على الإطلاق. شكرا لك، شكرا جزيلا. من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل.